تفتكروا ايه ارخص واحسن مربى ممكن تشتريها في مصر؟ السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معاكم احمد سعد. من ضمن الاقتراحات اللي كانت ناس بتكتبها لي سواء تحت في الكومنتات او عندي على الانستغرام، عاوزين نعرف ايه هو احسن نوع مربى موجود في مصر. فانا كنت عملت بوست عندي على الانستغرام وسالتكم ايه هي انواع المربى اللي موجوده في السوق او اللي انتم بتستخدموها وعاوزين نقارن ما بينها. فلو مكنتش لسه عاملي فولو ممكن تعملي فولو عشان تشارك معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وناس كتير كتبت لي انواع كتير، انا حاولت اجيب كل الانواع ولكن في انواع من الناس طلبتها ما لقيتهاش بصراحه. خلينا نتعرف بقى على الانواع اللي معانا النهارده في المقارنه. حلواني اخواني، اوكي، مربى هيرو، مربى اسمها هيرو. وفي نوع مربى يعني محدش كتبه لي بصراحه في الكومنتات ولكن انا لقيته في هايبر وان، هو نوع اسمه جامز. اوكي، الرشيد الميزان، مربى الرشيد الميزان. واخر نوع معانا هو فيتراك، وفيتراك هو اشهر اسم تقريبا موجود للمربى في مصر من زمان جدا، من واحنا صغيرين مربى فيتراك هي اشهر اسم موجود هنا في السوق. بصراحه انا كنت عاوز اجيب انواع اكتر من كده زي مثلا مربى اها ما لقيتهاش خالص، في ناس كتبت لي مربى فراجيلو برده ما لقيتهاش خالص، مش عارف بصراحه الحاجات دي بتتباع فين. فهي دي الانواع اللي انا قدرت اشتريها. الانواع دي كلها يعني حاولت اجيبها نفس الحجم ولكن الموضوع كان صعب جدا. ولكن الفيتراك بعد ما جبت العبوه ال 400 جرام وقعت اتدشت واتكسرت مليون حته، ولما نزلت اشتريها من الكشك اللي تحتينا ما لقيتش العبوه الكبيره ولكن لقيت العبوه الصغيره ال 245 جرام. فكالعاده لازم نوقع حاجه، ولكن المره دي وقعنا الحاجه قبل ما نصور الفيديو اساسا، فمش عارف بصراحه نعمل ايه. الحمد لله في حاله نحس. عاوزكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا شايفين مين اللي يقدر يكسب النهارده في المربات دي، او ايه نوع المربى اللي انتوا بتحبوها بناء على تجاربكم انتوا الشخصيه. وما تنساش برضو تنزلوا تعملوا لنا لايك من تحت لان ده بيدعم الفيديو اكتر واكتر انه يتشاف، وانا عارف بصراحه ان انتوا مش هتاثروا معايا. ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات دي اول باول ان شاء الله. وبدون رغي كتير خلينا نتعرف على اول نوع معانا النهارده، رشيد الميزان. رشيد الميزان هو اسم معروف جربناه في حاله الحلاوه قبل كده. ده شكل البرطمان اللي هما بيقدموه، هو يعني واخد شكل مربع شويه، ربه الفراوله بقطع الفاكهه الطبيعيه. الجوده تراثنا، نسبه الفاكهه 45 جرام فراوله لكل 100 جرام، محتوى السكر 65 جرام سكر لكل 100 جرام. رشيد الميزان دي 340 جرام وسعرها 12 جنيه. مكتوب كبسوله الامان ترتفع عند الفتح لاول مره. خلينا بقى ايه، ده شكل المربى كده، ريحتها سكر بصراحه. كنا ناخد بقى ايه معلقه صغيره كده عشان بس ايه، عشان سناننا. هي ملمسها جيلاتيني شويه زي ما انتم ملاحظين، وهي فيها حته فراوله كده صغيره. بسم الله. طعم السكر طاغي عليها جدا، ممكن تحس بطعم قطع الفراوله شويه، يعني المعلقه اللي انا خدتها كده كان فيها حته فراوله، ودي حاجه كويسه بصراحه من وجهه نظري، ولكن طعمها سكر كده، طعمها سكر جامد. فزي ما احنا متعودين هنخلي الرشيد الميزان دي هنا ونشوف النوع التاني معانا النهارده. هنحتاج شويه ميه بقى عشان ايه. تاني برطمان مربى معانا النهارده هو مربى هيرو. هيرو دي بتقدم منتجات اطفال، الناس اللي ما تعرفش بس الناس اللي عندها اطفال هتعرف، اللي هي الحاجات اللي هي زي السريلاك، اللي هي البرطمانات الصغيره اللي زي السريلاك بس بيبقى فيها فاكهه مهروسه او خضار مهروس عشان الاطفال اللي تحت السنه تقريبا. فهي بتقدم برضو مربى اسمها هيرو. ده شكل البرطمان، هو شكله فخم كده شويه، برضو الديزاين بتاع الغطا حلو عليه رسومات كده اهو، سويس براند سويسري. والهيرو دي 350 جرام وسعرها 26 جنيه، يعني اغلى من رشيد الميزان ب 14 جنيه، يعني اثنين رشيد الميزان يجيبوا لك واحده هيرو. مربى الفراوله درجه اولى، 50 جرام من الفاكهه كل 100 جرام و60 جرام سكر في كل 100 جرام، يعني زي رشيد الميزان تقريبا. يعني رشيد الميزان 45 في الفاكهه، خالي من النكهات والملونات الصناعيه، هي صنعه في مصر ولكن تحت اشراف هيرو السويسريه. حلوه فكره البرشامه دي. اوكي، واو، في ريحه هنا فراوله. ده شكل كده المربى من جوه، ده شكل المربى الهيرو كده. اوكي، هي ملمسها برضو جيلاتيني قوي، مش عارف بصراحه فيها قطع فاكهه ولا لا، بس تاري مكتوب عليها. بسم الله. دي كريمي كده، خلينا ناخد معلقه ثانيه. طعم الفراوله اللي فيها باين جدا لدرجه انك بتعرف تحس بالبذر نفسه بتاع الفراوله اللي هو الحبوب اللي بره دي وانت بتاكل الفراوله، ومجرد ما بتحطها كده في بقك بتحس ان هي حرفيا اختفت. دي حاجه كويسه جدا. كمان طعم السكر اللي موجود في المربى دي لا حلو جدا،
مش اللي هو السكر اللي بيجزع نفسك كده، لا يعتبر سكر معقول صراحة. منتج حلو مع التحافظ برضو على سعره، عشان كده هنخليه هنا هو جنب اخوه، جنب اخوه الصغير. وخلينا ندخل على التالت نوع مربى معانا النهاردة. تالت نوع معانا النهاردة هو فيتروك. وفيتروك كلنا عارفينها، ده شكل البرطمان اللي هما بيقدموه، بس ده البرطمان الصغير مكتوب عليه هنا هو قطع فاكهة اكتر. في نوع تاني من فيتروك اسمه فيتروك كريمي، ولكن مش نفس الكاتيجوري ده، بدون مواد حافظة، 45 جرام لكل 100 جرام، 60 جرام سكر لكل 100 جرام، فهو ناحية رشيد الميزان. مربة الفراولة الفاخرة بالقطع، الفيتروك دي 245 جرام وسعرها 9 جنيه، بينما بقى البرطمان اللي اتكسر كان 430 جرام وكان سعره 16 جنيه. ده شكل كده المربة بتاعت فيتروك، هي غامقة قوي كده، يعني تحس ان هي لونها احمر غامق جدا. مسها حرفيا عامل زي الجيلي، يعني بصوا مش عارف انتوا شايفين ان هي بتلعب كده ولا لا، بس بسم الله. بصوا بصراحه هو الطعم مربى فيتروك مختلف تماما عن اي طعم مربى انت ممكن تدوقها. انا مش عارف بصراحه الطعم ده بيروح ناحيه فين، ولكن هي سكرها يعتبر معقول، مش مسكره جدا. انت ما بتحسش بطعم قطع الفراوله قوي، يعني ما بتحسش انك بتاكل فراوله، ولكن بتحس بطعم الفراوله. ملمسها جيلاتيني، جيلاتيني جدا، تحس انك بتاكل جيلي بطعم الفراوله شويه. كمان تحس ان هي سهله الفرد كده. ففيتروك مش هنختلف عليها، كلنا عارفين طعمها. خليها هنا اهو عشان نقارنها في الاخر بالنسبه بقى لباقي الاطعمه. ورابع برطمان معانا النهارده هو نوع مربى اسمه جامز. هو كان نازل بحجمين، انا جبت الحجم اللي هو 430 جرام، والبرطمان ده مطول كده يعني طويل، ودي حاجه مش حلوه قوي بصراحه عشان ما بتعرفش تحطه في الثلاجه في الرفوف الصغيره. كل اللي مكتوب عليه بالانجليزي هنا اهو، تحس ان هو حاجه مستورده كده، وهو 430 جرام وسعره 37 جنيه. مش عارف بقى مستورد ولا لا. نسبه الفاكهه 65%، المواد الصلبه 60%، ما هو كده اكتر من 100%. لا هو مش مستورد، هو صنع في مصر عادي، هما اللي كاتبين عليه بالانجليزي بس. يعني بص كام كلمه كده عربي، لا في كام كلمه هنا عربي، ومكتوب شويه كلام هنا بالانجليزي. بص بيحسسك ان انت ايه، ان انت هتشتري حاجه فخمه او فخمه. اتش جار ميد، بس هو بصراحه الفونت ضايع، انت مش عارف تفسر ايه الكلام ده، فكرني بالروشتات بتاعت الصيدليات. ده شكل المربى كده، لونها بصراحه تحس ان هو لا لونها مغري شويه، ريحه الفراوله باينه جدا فيها. تحس ان هي سايله قوي كده، يعني لو عملت المعلقه كده هتدلق كلها، ملمسها نفسه سايل يعني. بسم الله. هذا ما يطلق عليه مربى نظيفه. البتاعة فعلا سايله كده في بقك، كريمي جدا في بقك، سكرها مظبوط بالملي، يعني طعم الفراوله حلو جدا، ولكن هي ما فيهاش قطع فراوله، وانت تحس ان الفراوله اللي فيها بتحس بالملمس بتاع البذر ده شويه، تحس الفراوله اللي فيها مضروبه كده كانها مضروبه في الخلاط، فاهمين اقصد ايه؟ مربى درجه اولى، دي مربى نظيفه. دي اللي يطلق عليها المربى الفاخره، المربى النظيفه، مربى عالميه بصراحه، يعني لا حلوه جدا. واخر نوع مربى معانا في فيديو النهارده هي حلواني اخوان. ده شكل البرطمان اللي بيقدموه، بصوا هو مضلع من هنا كده عشان تعرف تمسكه، بالتالي ما يتزحلقش من ايدك او ما يقعش يتكسر. البرطمان الاخضر اللي كلنا عارفينه. حلواني دي 380 جرام وسعرها 12 جنيه. انتوا متخيلين 12 جنيه ل 36 جنيه؟ لو بمعنى اصح انت تجيب 3 حلواني وتجيب واحده جامز. دي 45 جرام فراوله كل 100 جرام، 60 جرام سكر لكل 100 جرام، فهو واضح ان كلهم موحدين النسب بتاعت الفراوله. بريميوم كواليتي، كبسوله الامان. حته غريبه شويه شكل المربى كده بتاعت حلواني، ريحتها فعلا غريبه. هي لونها احمر فاتح شويه. بسم الله. هي سكرها بصراحه حلو، سكرها مظبوط جدا، مش السكر اللي برضو بيجزع نفسك، لكن هنا انت مش حاسس بطعم فراوله،
يعني مش قادر استطعم قوي، ما بتحسش بطعم قطع الفراولة نفسها يعني صراحة. انت بتحس انك بتاكل حاجة كده طعم فراولة، لكن ما تقدرش تقول عليها ان هي مربى او ان هي مربى طعمها حلو، هي يعني مجرد حاجة كده في بقك بطعم فراولة. وبكده احنا كنا خلصنا الطعم، احنا هندوق الطعم وكده، خلينا بقى نرتب. فاحنا هنرتب دلوقتي عن طريق الارخص والاغلى والسعر وكده، وبعد كده هنرتب عن طريق مين احلى طعم فيهم. فبالنسبه للسعر خلينا برضو نقول ان الاسعار دي كلها متغيره من مكان لمكان، انا الحاجات دي كلها جايبها من مكان واحد وهو هايبر ون، ولكن انت ممكن لما تنزل تشتري هتلاقي الاسعار يعني متغيره جنيه 2 جنيه. فخلينا نرتب عن طريق الاسعار اللي معانا النهارده. وبما ان البرطمانات اللي معانا احجامها مختلفه، فاحنا زي ما متعودين هنحسب سعر الكيلو كام، يعني في حاجات 300 حاجات 400، احنا هنحسب سعر كيلو مربى الفراوله كام في كل شركه، مع العلم برضو ان العبوه كل ما بتكبر كل ما بتبقى ايه ارخص شويه. فاحنا لو حسبنا سعر كيلو في كل برطمانات المربى دي، هنلاقي ان ارخص مربى معانا النهارده هي مربى حلواني بسعر كيلو 31 جنيه ونص، فدي ارخص مربى. يليها رشيد الميزان بسعر كيلو 35 جنيه، وبعد كده معانا فيتراك ثالث ارخص واحده بسعر كيلو 37 جنيه. بعد كده الموضوع بيعلى شويه، فهنلاقي ان سعر الكيلو من الهيرو دي 74 جنيه، فده ممكن نعتبره ايه يعني نحط كده خط كده ما بينهم، اوكي لا خط كبير كده شويه، حاجه و30 حاجه و70. واغلى مربى معانا النهارده هي جامس دي بسعر كيلو 86 جنيه، ممكن نحطها هنا بعيد عنها عشان دول ايه بصوا كده. الارخص الاغلى فرق كبير جدا ما بين البرطمانات، لكن ده ترتيبهم كده بالنسبه للسعر. بالنسبه بقى للطعم، فانا برضو حابب اقول ان دي كلها مجرد كانت تجربه شخصيه ليا انا بس، ممكن حاجه تعجبني انا ما تعجبكش انت، وممكن العكس برضو. انا عارف ان انتوا زهقتوا من الكلمتين دول، ولكن عشان لو اي حد اول مره يشوفني يعرف ان ده كله مجرد تجربه شخصيه. ممكن تسيبوا لنا تحت في الكومنتات رايكم مين احسن واحده في دول، لكن بالنسبه لوجهه نظري انا بقى الشخصيه، انا هحط في المركز الاول بلا منازع، وهبقى كذاب لو ما قلتش كده، الجامز. الجامز هي مربى نظيفه جدا مع التحفظ جدا بقى قوي كمان على سعرها 86 جنيه، سعرها غالي جدا، ولكن ممكن نعتبر ان دي من الحاجات الغاليه اللي السعر بيأثر فعلا في طعمها. وبعد كده هحط هيرو. هيرو طعم فعلا الفراوله فيها كان باين جدا، اوكي فده ممكن يكون شيء متوقع شويه بالنسبه لكم عشان فرق السعر. وبعد كده بالنسبه للثلاثه دول، فانا هحط في المركز الثالث فيتراك. فيتراك طعمها مميز جدا خصوصا كمان في مربى الفراوله. بعد كده هنحط يعني الاثنين مستواهم يعني بينزل شويه، ولكن هنحط الرشيد الميزان في المركز الرابع، لان سكرها عالي ولكن انت بتحس بطعم قطع فواكه. وفي المركز الاخير بقى اللي هو المركز الخامس هنحط حلواني اخوان، حلواني لان طعمها كان يعني حاجه بطعم الفراوله. فمن ضمن الحاجات برضو اللي كنت بدور عليها وما لقيتهاش هي مربى قها او قها، ولكن يعني ما عرفتش اوصل لها بصراحه، ما اعرفش بصراحه برضو سعرها كام ولا بتتباع فين. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو كان عجبك انزل سيب لنا لايك حلو كده من تحت، يعني شبرقونا شويه لايكات كده اهو. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل المحتوى ده اول باول ان شاء الله. شكرا جدا لدعمكم ليا الفتره الاخيره، انا يعني والله مش عارف اشكركم ازاي. وممكن برضو تخش تعملي فولو على الانستجرام عشان تشارك معانا في الفيديوهات اللي جايه وتشوف كواليس الفيديو ده وكل جديد بنحضر له ان شاء الله. استنوني فيديوهات اكل كتير الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.